دي حكاية. ناخد مداخلة هاتفية أخرى. خدوا بالكم أبطالنا البارلمبيين لسه واصلين مفيش من ساعات قليلة جدا لمطار القاهرة، وكان في استقبالهم دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والجماهير المصرية. لسه واصلين بعد إنجازات عظيمة جدا. معايا الآن مداخلة هاتفية مع بطل آخر حائز على برونزية البارلمبيات مع منتخب الطائرة جلوس، هو الكابتن حسام مسعود. يا كابتن حسام مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا وألف مليون مبروك. علينا وبركاته، ازي حضرتك واهلا بالشباب المشاهدين ومتابعينا الكوره. طبعا بطل سعيد يعني. ألف مليون مبروك، إنجاز عظيم يا كابتن حسام، وفرحتونا ورفعتوا راسنا. يا رب يخليك يا كابتن حسام. قول لي، احنا كنا متابعين كويس وعارفين ان انتوا واجهتوا كثير من الصعوبات في هذه الدوره، ولكن قدرتوا في الاخر ترجعوا لنا الميداليه. قول لي اللحظات الحلوه اللي عشتوها هناك. الحمد لله رب العالمين، والله كانت لحظات صعبه جدا. حضرتك عارف ان البارالمبيكس بتضم اقوى المنتخبات من العالم، ابطال القارات وابطال العالم. المنتخب المضيف منتخب فرنسا بتتكلم في منافسات قويه جدا، كنا مستعدين بشكل معقول الى حد ما، كنا نتمنى الافضل. لكن طبعا الحمد لله رب العالمين بصدر اللاعبين، كل اللاعبين اللي موجوده تقريبا حاصلين على ميداليات اولمبيه قبل كده، في منهم ثلاث ميداليات اولمبيه ثالثه، وفي منهم اثنين، وفي منهم اول مره. كنت طبعا مزيج من الخبرة والشباب، قدرنا الحمد لله رب العالمين ان احنا ناخد الكومبيتيشن يعني خطوه خطوه زي ما بيقولوا. كان اول ماتش طبعا مع البوسنه، طبعا رقم واحد في اوروبا، كمان كانت صعبه جدا. عملنا ماتش كبير جدا، حصلت نصيب. ثالث يوم تقريبا على طول كان عندنا ماتش فرنسا، ربنا كرمنا وقدرنا نكسب فرنسا 3-0. كابتن حسام مسعود، انا هسيبك تحتفل مع جماهير المصريه في الشوارع، عارف ان انتوا بتلفوا بالاتوبيسات دلوقتي. الف مليون مبروك، واكيد لينا لقاء اخر. كابتن حسام مسعود لاعب منتخب الطائره، منتخب مصر الطائره جلوس، لتوج بالبرونزيه في بارلمبيات باريس. الف مليون مبروك وبشكرك شكرا جزيلا. حلو ان احنا نفرح بيهم، يا رب تخلوهم يلفوا كده للصبح، خلوا الشعب المصري كله يفرح بيهم، يستحقوا كل خير يعني.